الطريق إلى كابول من إدلب وعبر البوابات التركية من أجل تأمين مطار عاصمة أفغانستان هو العنوان التركي الجديد لتجنيد مجموعات من الفصائل المسلحة. ومن أجل تنفيذ المهمة أسست المخابرات التركية مركزين في مدينتي عفرين بريف حلب وإدلب. والخيار الجغرافي ليس عشوائيا، فأنقرة لا تستثني أحدا من هذه المهمة التي تحتاج فيها إلى 3000 مسلح، سواء من المجموعات القاعدية المتمركزة في إدلب أم من الفصائل السورية الموجودة في عفرين. أنقرة استبقت عملية أمنية معقدة وغير مضمونة النتائج مسبقا بإبقاء 500 من جنودها قرب مطار كابول في سياق مفاوضات بينها وبين الحكومة الأفغانية لتأمين المطار وحمايته. مسلحو تركستان والشيشان والإيغور أول الواصلين إلى قوائم التجنيد بعد تضييق الجولان الخناق عليهم وتهديدهم بالترحيل عن إدلب إثر رفضهم الانضمام إلى تنظيمه. تركيا بدأت بفتح قنوات مع الفصائل القاعدية بحسب مصادر ميدانية للعمل تحت إمرتها في أفغانستان، في مؤشر واضح على أن تركيا تريد التخلص من ملف هذه المجموعات في إدلب وزجهم في معركة أفغانستان التي تعتبر أرضا مهمة في الفكر الجهادي التكفيري. أنقرة توسع عملية التجنيد خارج أسوار إدلب. ناشطون نقلوا عن مسلحين سوريين عالقين في ليبيا أنه قد اشترط عليهم التوجه إلى كابول مقابل الخروج من المحرقة الليبية ضمن عقود تبدأ من 3 أشهر وحتى سنة وبرواتب تراوح بين 1500 و3000 دولار بحسب مدة العقد. مصادر ميدانية أكدت للميادين بأن تركيا أبلغت المسلحين بأنهم سيتلقون تدريباتهم ضمن معسكرات في الداخل التركي تمهيدا لنقل الدفعة الأولى منهم إلى أفغانستان نهاية شهر آب أغسطس المقبل. تركيا تحتاج إلى خزان بشري من هذه الفصائل لتعزيز وجودها العسكري في أفغانستان بعد إتمام الانسحاب الأمريكي منه. ديما نصيف، دمشق، الميادين.